جدا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك الغزالة. اهلا ومرحبا بك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. سنة سعيدة ان شاء الله بكل ما تمنيت ان شاء الله. بسلام وسلامة يا ربي. امين في جميع المسلمين والمسلمات. يا ربي امين. وكنتمنى فعلا هاد السنة يا ربي ان تحفظ لنا كاع حبابنا وكاع اللي نبغيوهم يا سيدي ربي. نشوفكم دائما في صحة وسلام و... الله يبارك فيك. ومتألقات ما شاء الله. الله يطول لنا عمرك. عندي واحد قريشلات شكلة فرصة هما كيجيو هنا. ايه عندنا 2 كيلو ديال الطحين. 2 كيلو ديال الطحين. عندنا سيطرة الحليب فايض ودافي شوية. نعم سيطرة الحليب فايض ودافي. عندنا 2 كيسان ديال بودرة اللوز بقشور وكل شيء ليه. نعم غير نصحوه نحمرو شي شوية ونطحنوه. نطحنوه أيه. نعم. عندنا كاس الكوك توا مطحون مزيان. نعم 2 كيسان ديال الكوك. أيه زلافة الزيت. زلافة ديال الزيت. 2 معالق ديال الزبدة. 2 معالق ديال الزبدة. 2 خمارات. 2 خمارات. 2 فاني. 2 فاني. 4 كيسان سنيدة. 4 ديال كيسان سنيدة. 4 البيضات. 4 ديال البيضات. 2 كيسان زنجلان حتى هو محمر. نعم 2 كيسان ديال الزنجلان محمر ومطحون. محمر ومطحون. هي صافي هذوما المقادير اللي عندنا. نعم صافي ناخذوا العجين تنعجنوه مزيان حتى ندخلوا كل شيء حتى تنسجم العجينه مع بعضياتها. صافي تنخليوه واحد قسمين ولا ربع ساعه حتى تشرب داك الشيء المقادير وتنشف. صافي تنبقاو نديرو كنحربلو الحليبلات. صافي وكنبداو نقطعو على شكل لوزه بحال هكا كنمشيو جنب جنب جنب. نعم. اما بالمقص اما بالموس. صافي كنحطوها في الطاوة كندخلوها الطيب. نعم. ملي كتجي علينا كتجي الطيب راه كنبقاو كنحركو فيه حتى كيطيب مزيان. نديو نجيبوه باش يتحمر من كاع الجوانب. اييه صافي وكنقدموه بالصحة والراحة راه كيجي هايل. تبارك الله عليك انتي هائلة. نعم فاكية و لي فخوي ساك بطبيعة الحال تمارات شريحة. اي كل شيء تبارك الله. نعم وشي بلد ديال الاتاي. هذاك الشيء اللي كاين. اي والله صحة وراحة للعائشة. صح مبروك لكل جميع الطاقم. الله يخصك. الله يخصك عليك. الله يعاونك. الله يخصك. شكرا لك. سلام. انتقلوا لمدينة الدار البيضاء القنيطرة.